محمد يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد أشرف بدر بالكون أشرف. أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض.
رحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك يا لنا صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط بالوجود كرمه احسان صلى الله عليه وعلى العالم يوعظ من شان خلق الخلق الحكمة واتوا عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به بأقداره القسمة أرسل إليه مشروع خلقه وجل عبيده الرحمة تعلقت إرادة نزلت بخلق هذا العبد المحبوب أنت شهر الآثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بحيك المحمود فتعطرت بوجود أكنف الوجود وطرزت برد العوالم بتراث التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل التكرار بكثرة ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لك البن سرورك تولى بحبيب عمل أنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاميا يزيح الضلالا هو من فوق علم ما قد عظم بشؤونه وكمالا فسبحان الذي ابرز من حضره الامتنان ما يعجز الوصف الا اللسان ويحار في تنقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون عبور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك
بارك الله من إله كريم بشرت آياته بذكر الحكيم ببشارة لكن جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلوني إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصريح بها والإذعان تثبت بها في صدور الإيمان قواعده وتعلمها اليد من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده واشهد ان سيدنا محمد العبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغ خارج من فرضه ونبله عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما اوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر التعلق به وحبه ويذكر بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا صحوة المجري بقربه وتفيه ظلال شرف العصري بمده وحبه ما عطر الأكوان في نسر ذكره نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسجد يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى Oh,
صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بعلم القديم بظهور أسرار تخصيصه للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بين التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود للعين، حاول يوصل الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما نصد الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو الجمال التام الذي يتنقل في بروجه، يتشرف بموطن استقراره وخروجه، وقد جدت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور المظهرات، وخصصت به من خصصت، صلى الله عليه وسلم. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا هيئ الأفكار ظهوره وبهر. بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر إعشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا دوري الأقدام من شؤون خير الأنام، ولكن حزنت إلى تدوين ما حفظ الإنسان أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت الآية في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين، عن تعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولعل تشوقي إلى سماع أوصافه العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عين للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائله التي هي أحسن الشمائل، وهناها سنن نثبت ما بلغ إلينا من شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف من كتابته الكتم وقلم والقرطاس، وتتنزه من حدائقه الأسمع والأبصار، وقد بلغنا في الأهالي المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد شعبت الرواية بأن
انه الاول الخلق وجودا واشرافهم مولودا. ولما كانت السعادة الابدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودعت هذا النور المبين اسلب وبطون من شرفته من العالمين. فتنجل هذا النور من صلب ادم ونوح وابراهيم حتى اوصلته يد العلم القديم الا من خصصته بتكريم ابيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله عليه وسلم في المخاوف امنه السيده الكريمه امنه. فتلقاه صلب عبد الله فالقاه الى بطنها فتمت هو احشاؤها بمعونه الله محافظه على حق هذه الدره وشؤونها. صلى الله عليه وسلم حملته برعايه الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له سجلا ولا تشكو منه علما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت غروبه الى عالم شهادته لتنبسط على اهل هذا العالم شيودة فضله وتنتشر فيه اثار نجله الصميم. اللهم صل وسلم وزاد الصلاه والتسليم سيدنا ونبينا محمد روح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ أبي بكر هذه الذرة المأمونة والجوهرة المزونة والكون كله يسجد ويمضي سرور واضطهاد. ويمده لسبب هذا الصراط والعيون متفوتة في الخلق متصبغة من الأرض إلى مصرفة إلى اتجاه جواهر الكنوز وكل دابة بقميص نفذت بفسيح العبارة معلنات بكمال البشارة. وما من حمل عملت من ذلك الكلام إلا تطي همها بغلام من بركاته وشهادة هذا الإيمان. صلى الله عليه وسلم. فلنصر الأرض والسماوات متسللة بمفرد ملقاك اشراف البريه وبروجه من عالم لا حول ولا عالم الظهور بعد تنزله في البطون والظهور. فهو في وجود بشر التكريم وبشر في العالم الحقيقه التكريم والتعليم في بروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. انت حبيبي اراك
مكرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله 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 يا رسول الله
حين قربان بهذا الحبيب أعلن بالسماوات والأرض من فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وانزل الحق حكم على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عنا والامه دانسا من جناب المسعود ومشاركه لها بها السباق الممدود وحضر بتوفيق سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله لهم من شرف القسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله له نورهم جدا هذا المولود فانفرج صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود ذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله يا حبيب السلام
الجد الهادي محمد يا الله يا الله فلج كل مقصود يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي Oh,
صلوا على النبي محمد. صلوا على